اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح سريعا لمقر اقامه النادي الاهلي القريب جدا من استاد القاهره الدولي مع زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي. ادهم مساء الخير عليك، قول لنا كل الجديد عندك واستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه اليوم، اتفضل. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه داخل فندق إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. ننقل لكم كواليس ما قبل مباراة فريق النادي الأهلي ونادي طنطا في الجولة 18 من الدوري العام المصري الممتاز، حيث يسعى النادي الأهلي لمواصلة عزف اللحن المنفرد على صدارة الدوري العام وسط أوركسترا فرق الدوري الممتاز. مجموعة من المشاهد الرئيسية يا أمير النهاردة، المشهد الأول هو المحاضرة الفنية التي ألقاها المدير الفني ريني فايلر على لاعبي النادي الأهلي، أكد فيها على ضرورة الالتزام، الانضباط، عدم الاستهانة بالمنافسين، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي مسؤولين مسؤولية كبيرة تجاه جماهيرهم في مواصلة الأداء المميز، الأداء الجميل، الأداء الرائع في المباريات السابقة للدوري العام. المشهد الثاني، حابب أطمن جماهير النادي الأهلي على حالة لاعبنا محمود وحيد وحسين الشحات، جاهزية بدنية وفنية عالية بإذن الله، إن شاء الله يتألقوا في المباراة بجانب نجوم النادي الأهلي ويؤدوا أداء أكثر من رائع. الحقيقة المشهد الثالث، جمعني اللقاء مع مجموعة من جماهير النادي الأهلي من جنسيات مختلفة الحقيقة يا أمير، سواء مصريين أو عرب، أكدوا حبهم ودعمهم ومؤازرتهم للنادي الأهلي، وهو ده اللي احنا عاهدناه من جماهير النادي الأهلي. المشهد الرابع، الحقيقة زيارة رمضان صبحي نجم نجوم النادي الأهلي. هو طبعا رمضان مصاب، ولكن كان حريص جدا على انه يؤازر لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفتره دي مقبل على مباريات هامه، محتاج كل لاعبته سواء الاساسيين او المصابين ان هم يكونوا كتله واحده وايد واحده من اجل هدف واحد، هو الانتصار ومواصله واستمرار مسيره الانتصارات. بعد دقائق قليله ان شاء الله هيتجه لاعبي النادي الاهلي لاستقلال حافله النادي الاهلي، ومن ثم الاتجاه الى استاد القاهره الدولي لاداء المباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي ونادي طنطا. اكيد هيكون لينا لقاءات مستمرة من استاد القاهرة الدولي للكشف عن تشكيل الفريقين، فريق نادينا الحبيب النادي الأهلي وفريق نادي طنطا، وعقب المباراة إن شاء الله هيكون نبارك ونهني للنادي الأهلي جهاز فني ولاعبين ولقاءات حصرية للنادي الأهلي بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا من أخبار وكواليس وحصريات لكواليس ما قبل مباراة فريق النادي الأهلي ونادي طنطا. عودة مرة أخرى للاستوديو، لك الكلمة زميل العزيز أمير هشام. بشكرك أدهم، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق دايما إن شاء الله. الرجل قال لنا في الحقيقة كل الأخبار اللي بتتعلق بالفريق وكواليس ما قبل مباراة اليوم مع طنطا في الأسبوع 13 في بطولة الدوري الممتاز، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. هنفضل متواصلين مع حضراتكم، أي جديد بخصوص الفريق، تحرك الأتوبيس الخاص باللاعبين لاتجاهه في استاد القاهرة الدولي، هنعرض لحضراتكم أول بأول كل الأمور. يعني خلينا نروح نشوف الأخبار اللي كتبت على الأهلي في صحف النهاردة. يلا بينا. الأهرام، اليوم مباراتان في الأسبوع 13 للدوري، الأهلي يطمع في كرم أحفاد السيد البدوي والزمالك يخشى تقلبات الجون. الجمهورية، بعد التعادل الأفريقي الأهلي يسعى لمصالحة الجماهير أمام طنطا. الأخبار، اليوم الأهلي وطنطا في لقاء سهل الممتنع، فايلر يبحث عن عناصر البديلة وحسابات الشهرة في رأس المزاين. الأخبار المسائي، استعادة البريق، الأهلي يرفع شعار الفوز وحده لا يكفي أمام طنطا. المصري اليوم، الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طنطا، اللاعبون يشكون الإرهاق، وحيد والشحات يدخلان حسابات فايلر، والمزين يتعهد بتحقيق المفاجأة أمام بطل الدوري، وفايلر يمنح فرصة جديدة لصالح جمهور. الوطن، الأهلي يتحدى الإصابات في مواجهة طنطا بالدوري، تشكيل إجباري وتغيير مراكز في التشكيل، فايلر يحفز لاعبيه لتجاوز الصعوبات، وأبناء السيد البدوي يسعون لاستغلال التعثر الأحمر. اليوم السابع، الأهلي يستدرج طنطا لمواصلة أرقامه القياسية محليا، فايلر يطالب اللاعبين بطي صفحة أفريقيا والوصول للفوز 11 على التوالي، والمزين يخطط لإيقاف القطار الأحمر. الشروق، الأهلي يبحث عن الفوز 11 على التوالي أمام طنطا، فايلر يستعيد الشحات ويدرس الدفع بالكهرباء أساسية، والضيوف يتطلعون لتحقيق المفاجأة.
والله غصب عننا في الحقيقه. يعني هو يوم المباراه دايما بيبقى العناوين هي متشابهه، يعني بيبقى تقديمات كلها عشان مباراه اليوم. احنا بالتحديد بنتكلم على ابرز العناوين اللي اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده في الصحف. النهارده كله بيتكلم عن ايه؟ عن الماتش. يعني كل العناوين بتتكلم عن الماتش، فده طبيعي، يعني ده طبيعي جدا. ف يلا ناخد الجمهوريه، نبتدي بالجمهوريه. بعد التعادل الافريقي الاهلي يسعى لمصالحه الجماهير امام طنطا. بصوا يا جماعه عشان برضو الموضوع يبقى ايه واضح كده، موضوع مش موضوع مصالحه. جمهور الاهلي ما فقدش الثقه في الفريق، يعني مصالحه ايه؟ واحنا عشان تعادلنا ماتش يبقى الدنيا خلاص انهارت يعني، ولازم الاهلي يصارح جماهيره؟ الاهلي ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا، احنا مش عايزين ننسى كده. احنا مش عايزين من اول هفوه مثلا او اول تعادل للفريق نهد كل اللي كان قبل كده، بالعكس التعادل ده اكيد فيه سلبيات اللي ادت للتعادل ده، نشتغل عليها بقى، نشتغل على السلبيات دي عشان نرجع بالايجابيات كلها مره واحده باذن الله، ونوصل الانتصارات بشكل طبيعي جدا. لكن في بعض الاحيان بيتم تضخيم الامور، الكلام ده مش محله بصراحه. موضوع المصالحه ده مفيش مصالحه ولا حاجه، انت عايز بس يبقى النهارده ان شاء الله الشكل جيد، اداء جيد، فوز طبعا باذن الله على طنطا. لكن جمهور الاهلي عمره ما فقد الثقه في فرقته اللي موجوده دلوقتي، والقائمه اللي موجوده في فريق النادي الاهلي واثقين فيهم كل الثقه، سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. يعني الامور ماشيه بالشكل الطبيعي يعني. طيب هو ممكن يكون في قلق زي ما قلت حركه في البدايه، تطمن بس الناس مش اكتر يعني، لكن الثقه موجوده. نروح للاخبار وتقول لك ايه النهارده الاهلي وطنطا في لقاء السهل الممتنع. ليه سهل ممتنع يعني؟ هل طنطا فريق قليل؟ لا طبعا، ده طنطا عمل مع الزمالك ماتش كبير قوي، كان لغايه اللحظات الاخيره كان كسبان الزمالك يعني. فمباراه طبعا صعبه، مفيش هزار. الاهلي عمره ما استسهل منافس او قلل المنافس، كل الاحترام والتقدير لكل المنافسين، والاحترام ده هو اللي بيؤدي في النهايه للاداء المنتظر والفوز المنتظر بكل تاكيد. فاحترام الخصم ده امر او سمه اساسيه عند النادي الاهلي. فايلر يبحث عن عناصر البديله، من الواضح كده مش هيبقى فيه تغييرات كتير جدا في التشكيل. التشكيل طبعا لو طلع في اي لحظه هنقوله لكم، لكن من الواضح ان مش هيبقى فيه تغييرات التشكيل لان القايمه مليئه بالنجوم في الحقيقه. حسابات الشهره في راس المزيني قصدهم يعني المباريات دي بتبقى ايه يعني ليها حسابات خاصه، سواء عند المدير الفني ايمن المزين او عند اللاعبين اللي هيلعبوا هذه المباراه. لاعبي فريق طنطا بتبقى فرصه بالنسبه لهم ان هم يظهروا ويظهروا كمان كل امكانياتهم في مباريات كبيره بحجم مباريات الاهلي طبعا والزمالك والانديه الكبيره. طيب نروح للاخبار المسائي. استعاده البريق، بصوا برده دي من ضمن العناوين. يعني هو الاهلي فقد بريقه عشان يتعادل الماتش؟ يعني كده خلاص بريق الاهلي اتطفى؟ يعني مش منطقي. ما فيش حاجة يا جماعة في الكورة كده، يعني ما فيش حاجة اسمها إن الأهلي أو أي فريق في الدنيا يكسب، ما فيش كده. أكيد هتتعادل ماتش، لا قدر الله ممكن تخسر ماتش، طبعًا تمنياتنا كلها الأهلي يفضل كسبان، يعني مين ما يتمناش كده. لكن في نفس الوقت مش معنى الأهلي يتعادل ماتش في أفريقيا وبعد رحلة شاقة وكلام من ده يبقى كده خلاص الأهلي فقد بريقه، وكلام غير منطقي إطلاقًا. إحنا متفقين الأهلي كان في إيده إن هو يكسب برضه عشان نبقى بنتكلم منطقية، وبصراحة طبعًا الأهلي كان إيده يكسب ماتش بلاتينيوم، لكن مش معنى كده إن الدنيا بايظة. الأهلي يرفع شعار الفوز وحده لا يكفي أمام طنطا، يعني إيه مطلوب تاني؟ لا إحنا عايزين الفوز مش عايزين حاجة تاني. أداء أوكي، مش مطالب قوي الأداء بالمناسبة النهاردة، لأن برضه أنت ما اتمرنتش غير تمرين واحد وماتش قبل كده ماتش بلاتينيوم، الرحلة كانت صعبة وشاقة جدًا. فامر طبيعي جدا ان لو في اداء يبقى خير وبركه، مفيش اداء، الاهم طبعا النتيجه في كل الاحوال يعني، ده الاهم. نروح لفين؟ تعالوا نروح لمصر اليوم. يلا. الاهلي يسعى لمصالحه جماهيره على حساب طنطا، نفس العنوان احنا اتكلمنا فيه قبل كده يعني. اللاعبون يشكون الارهاق، اكيد في ارهاق بسبب ضغط المباريات خلال الفتره اللي فاتت، عدد كبير جدا من المباريات بياخدها النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، لكن في تعامل مع هذا الضغط. يعني التعامل بيبقى ازاي؟ من خلال بعض التدريبات الاستشفائيه، بعض الامور اللي بيركز عليها الجهاز الفني يعني بشكل طبيعي. وحيد والشحات في حسابات فايلر طبعا في هذه المباراه زي ما مكتوب كده في العنوان، وده بعد تماثلهم الشفاء وبعد ما شفيوا تماما من هذه الاصابه يعني، او من الاصابات المختلفه اللي كانت لكل لعيب. يعني محمود وحيد كان عنده كدمه قويه في وجه القدم، حسين الشحات كانت الام بسيطه في العضله الضامه يعني. المزين كمان اللي هو المدير الفني لطنطا بيتعهد بتحقيق المفاجاه امام بطل الدوري، ربنا يستر يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه مفاجات ولا حاجه باذن الله. موضوع بقى صالح جمعه وفايلر يمنح فرصه جديده لصالح جمعه، هم لو قصدهم عن مباراه النهارده، لا هو صالح جمعه مش في القايمه، القايمه ما فيهاش صالح جمعه يعني. لكن لو بيتكلموا فيما بعد ده هنشوف، هيبان خلال الفتره اللي جايه لو في فعلا يعني بيقال ان كان في جلسه.
ما بين مستر فايلر وصالح، ده زي ما مكتوب يعني في الخبر، انا بقول لحضراتكم اللي موجود في الخبر، والجلسه دي اثرت على ان مستر فايلر هيدي صالح جمعه فرصه خلال الفتره اللي جايه، لكن ده اللي هيبان خلال القادم يعني خلال الايام القليله القادمه هنعرف مصير صالح جمعه، هل هيبقى في فرصه جديده للاعب ولا لا. هو طبعا لاعب امكانياته كبيره جدا، لكن ممكن جاهزيه بدنيه وفنيه اللي بتنقص صالح جمعه طبقا لرؤيه الجهاز الفني يعني، ان هم اضرب الجزئيه دي. نروح للوطن، والوطن بتتكلم في ايه معانا يا جماعه؟ يلا، الاهلي يتحدى الاصابات في مواجهه طنطا بالدوري. عندنا عدد من الاصابات، عندنا عدد من الاصابات، لكن في نفس الوقت كل اللاعبين الموجودين في قائمه الاهلي على مستوى واحد، وكلهم قادرين طبعا ان هم يكسبوا اي مباراه يعني، وده اللي اشتغل عليه بالمناسبه مسؤولي النادي الاهلي، ان هو دايما كانوا بيحاولوا ان هم يوفروا قائمه متكامله من اللاعبين المميزين والجاهزين بالنسبه للفريق عشان تحسبا للظروف المختلفه اللي بتتمثل سواء في اصابات، ايقافات، اجهاد، الكلام من ده يعني، واللي احنا بنعيشه خلال الفتره الحاليه. تشكيل اجباري وتغيير مراكز في التشكيل، ده توقع من جريده الوطن، لكن هنشوف لما التشكيل يطلع، لكن مش ما فيش تشكيل اجباري ولا حاجه، لان القايمه مليئه بالعديد من اللاعبين يعني. فايلر يحفز لاعبيه لتجاوز الصعوبات، مش ناقصين تحفيز، وان شاء الله باذن الله هيكسبوا يعني، الموضوع بسيط باذن الله. وابناء السيد البدوي يسعون لاستغلال التعثر الاحمر. هنا بقى عدم الفصل ما بين المشوار الافريقي والمشوار المحلي عند البعض يعني، البعض يقول لك اصل الاهلي تعثر افريقيا فالامور هتبقى صعبه شويه على الاهلي محليا، لا دي حاجه ودي حاجه. الملف الافريقي حاجه والملف المحلي امر تاني خالص. التشكيل او التفكير عند النادي الاهلي دايما في كل مباراه على حده. انت خلاص بتقفل صفحه بطوله دوري ابطال افريقيا دلوقتي مؤقتا. عندك ايه؟ عندك طنطا وبعديها المقاولين، بتركز مع طنطا والمقاولين، بتنسى اللي حصل في افريقيا، ايا كان بقى كسبت، اتعادلت، خسرت يعني. هو ده تفكير النادي الاهلي، لكن مفيش يعني مش تعثر، الموضوع مش تعثر يا جماعه، تعادلنا وكان نفسنا نكسب وكان ممكن نكسب وكنا قادرين نكسب، لكن في نفس الوقت الاهلي ما تعثرش وخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما بيصور البعض يعني، من الحسابات صعبه ومش صعبه، لا، الاهلي قادر يكسب النجم الساحلي باذن الله لما يتم فتح الملف الافريقي بعد مباراتي الدوري، وقادر ان هو باذن الله كمان يكسب الهلال السوداني يعني هناك حتى في الهلال. نروح لليوم السابع. واليوم السابع بتقول ايه؟ الاهلي يستدرج طنطا لمواصله ارقامه القياسيه محليا. دايما الارقام القياسيه مش هي الهدف الاساسي يا جماعه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده كتير، لكن في نفس الوقت ليه لا؟ لما تيجي الارقام القياسيه حاجه بتبقى جميله يعني، وبتحسب للجهاز الفني واللاعبين، لكن يعني ايه، مش التركيز كله منصب على موضوع الارقام، لا، التركيز منصب على الفوز بس. فايلر يطالب اللاعبين بطي صفحه افريقيا، وده الطبيعي واللي حصل يعني، والوصول للفوز ال11 على التوالي ان شاء الله باذن الله. والميزاني يخطط لايقاف القطار الاحمر، ان شاء الله مش هيكونوا موافقين اطلاقا في ايقاف قطار النادي الاهلي، والاهلي باذن الله من خلال مباراه اليوم يطلع او يوصل للانتصار رقم 11 في بطوله الدوري قبل مباراه كمان مهمه قوي، مباراه المقاولين العرب اللي هتكون بعد مباراه طنطا مباشره يوم الاحد اللي جاي، واللي من خلالها الاهلي بيلعب مع المنافس المباشر ليه يعني. فتره من فترات كان الاتحاد السكندري هو المنافس المباشر ليك في بطوله الدوري، كسبت الاتحاد 4-0، فالاتحاد بقى مركز ثالث دلوقتي او رابع كمان دلوقتي يعني ما اتذكر يعني. انت دلوقتي هتلعب بعد طنطا باذن الله وتكسب ان شاء الله، هتلعب المقاولين اللي هو المركز الثاني وماشيين بصراحه مع كابتن عماد النحاس بشكل ممتاز، تكسب المقاولين تبعد المقاولين شويه وتفضل انت ماشي لوحدك مع نفسك كده، وكمان تلعب ماتشين مؤجلين، الدنيا تبقى زي الفل زي ما هي موجوده دلوقتي. فخطوه خطوه باذن الله الاهلي ماشي خطوات ثابته في بطوله الدوري. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبار الاهلي في المواقع ونشوف اهم هذه الاخبار. نروح لفاصل الاول، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا دي اللي كانت لقطات وكواليس الاهلي في مقر الاقامه قبل دقائق قليله من التحرك لاستاد القاهره الدولي والاستعداد طبعا لمباراه طنطا. هم دلوقتي يعني في اتجاههم للمحاضره اللي بتبقى قبل التحرك مباشره، اللي اكيد هيتكلم فيها مستر فايلر عن بعض الامور الهامه جدا قبل هذه المباراه. خلينا نستعرض اخبار الاهلي في المواقع. طب قبل ما اخبار الاهلي في المواقع نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. يلا